حاجه مرحبا ب لو سات تي في في لو شوكيز ديالي. الشوكيز اللي درت هذا النهار كان باش نطلق اول كليب ديالي اللي هو دقه قلبي. الاغنيه ديالو كانت من كلمه والحان انس العراقي وكمال سعد، توزيع طريق الحجيلي وايوب مدره. اما الكليب فانا سجلته في ميامي مع واحد المخرج مغربي معروف بزاف اللي سميتو عزيز تازي، واللي كنتشرفوا بانه يكون مغربي. في الشوكيز هذا النهار ما كنتش باغي ندير شي حاجه عاديه، بغيت ندير سورتو كان الحلم ديالي زعما ندير دي بيرفورمانس. فقررت بانني ندير ثلاثه ديال الاغاني، وحده ونتيتي جوج وحده اخرين اللي غادي يخرجوا بيانتو ان شاء الله. شوكيز الحمد لله الحمد لله قدرت نتعامل مع اكبر الاسماء في يعني في الفن هنا في المغرب. اول واحد فيهم هو نبيل الخالدي اللي كنشكرو بزاف، و زعما كنحس بها وكنفكر فيها. الا ما كانش هو اللي عاونني ودعمني وايما انكوراجي وايما موتيفي وكل شيء، ما كنتش غادي نوصل لهنا. سي ان غران مسيو وكنشكرو بزاف. تعاملت مع الحمد لله كما قلت لك احسن الاسماء هنا في المغرب. بالنسبه ديال لا كوريغرافي كان زكريا بنان وشرف الناجي اللي هما دو كوريغراف كبار هما وليكيب ديالهم. كنشكر حتى هما نسيتهم ما قلتش الاخرين اللي فونفار اللي جاو عندنا من فاس. اما بالنسبه لي كوافور لي ماكيور الحمد لله قدرت نتعامل مع احسن وحدين، وانا كنشكرهم بزاف بزاف حيت شقوا فيا وحيت جاو هذا النهار لهنا. اما بالنسبه للستيل فهو كان واحد الستيليست سميتو ليونورما اللي هو نص ديالو مغربي ولكن هو من اسبانيا، اللي هو قاد ليا الستيليزم ديالي كله بالتعاون مع افتر وورك. حتى هي اللي قادت ليا لي كوستيوم ديال لي دانسوز وديال لي ميوزيسيان. كما قلت لك انا فرحانه بزاف حيتاش قدرت نتعامل مع هاد الناس، وكنتمنى هاد الشوكيز يكون يعجبكم والكليب تا هو يعجبكم، وشكرا حيت جيتو.